الدفاع، مين قلب الدفاع اللي يلعب في مباراة سان داونز ومباراه الزمالك؟ مصطفى يونس وحسن حمدي. يونس مرهم امام ولا مصطفى يونس؟ كابتن مصطفى يونس وكابتن حسن حمدي. بقول لك ايه، ما كناش بنخر الميه يا باشا. طبعا يا كابتن، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، من 73 يا كابتن لحد الثمانينات. مجدي عبد الغني بيقول جمله، كان بيقول مصطفى يونس ربطنا بجذبت، مش ربطنا بجذبت، مش المعنى يعني، لكن كان في لينك، بنلعب بالودان. بالظبط، بنلعب بالودان، تعالى يمين تعالى شمال تعالى. طيب، اطلع مين قلبين الدفاع للنادي الاهلي في مباراه سان داونز والزمالك؟ بص يا مهيب، انا دايما المدير الفني هو له الحق في ان يختار لعيبته. وجهه نظرك الاجهز والاكفأ للمباراه، الولد اللي لعب الماتش اللي فات بتاع الزمالك ده، هايل، اسمه ايه؟ ياسر. مين اللي في الاهلي ولا في الزمالك؟ ياسر في الاهلي. ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ورامي ربيعة، يعني كانوا هايلين. ياسر الاثنين هايلين، الاثنين يلعبوا، والاكفأ يلعب والاحسن يلعب. طب انا يعني بقلق من فايلر في الماتشات الافريقيه والماتشات الجامده يا كابتن مصطفى. يا مجدي فايلر، يا مجدي فايلر، احنا نكسب الزمالك 3-4 الماتش اللي فات. ما انا بقول كده، بقول لك بقلق منه، عشان كده صمم يعني. جيرالدو فضل مخلي جيرالدو ما يلعبش راس حربه، في فرق ما بين الدوري. لا ده انت بتتكلم على اجاييه.